ومشاهدينا وصلنا لفقرتنا اليومية وهي أكيد طبعا متابعة لآخر الأخبار والمستجدات. وفي خبرنا الأول 250 مواطن يصلون إلى المملكة من جاكرتا. في تفاصيل هذا الخبر، أعلنت وزارة الخارجية اليوم وصول 250 مواطن إلى أرض الوطن، وذلك إنفاذا للتوجيهات السامية لتسهيل عودة المواطنين الراغبين من الخارج. ولقد تم تطبيق أعلى معايير صحية في نقلهم بحسب ما أقرته وزارة الصحة السعودية وهيئة الطيران المدني، وستتولى وزارة السياحة إدارة تسكينهم ورعايتهم أثناء فترة العزل. طبعا احنا عشان اكيد ناخذ تفاصيل اكثر عن هذا الخبر، معنا عبر الهاتف ومن جاكرتا السعودي سعيد الزهراني. مرحبا سعيد. يا هلا وسهلا، حياك الله اخت عبير والاخت ريم، يا هلا فيكم ومرحبا بمشاهدي قناه روتانا الخليجيه في محيط الوطن العربي الكبير. اهلا وسهلا فيك سعيد. طبعا سعيد انا لازم اوضح للمشاهدين انه انت مواطن سعودي الان، ما زلت في جاكرتا بس ان شاء الله يعني قادم قريبا باذن الله، انت في الدفعه الثانيه ان شاء الله انا متاكده. ولكن سعيد خلينا ناخذ منك تفاصيل ما حدث في هذه الدفعه اللي هم ال 250 مواطن اللي تم نقلهم. قل لي كيف صارت بالضبط، يعني جاء الاتصال من الوزاره، جاء الاتصال من قبل المواطنين السعوديين اللي هناك للسفاره، كيف كانت بالضبط اجراءات النقل؟ والله بالنسبة للإجراء هناك كان مبادرة من وزارة الخارجية طبعا بالتعاون مع مجموعة من وزارات الدولة ومؤسسات ذات العلاقة عبر برنامج اللي هو يسر، وضعوا المنصة الوطنية الموحدة وطلبوا الأخوة هنا في السفارة من جميع المواطنين هنا تسجيل أسماء أي واحد راغب في العودة، يتم تسجيل بياناته بالكامل على هذه المنصة. وبالفعل هذا ما حدث، الكل سجل أسماء ولله الحمد، وارسلت الدفعة أو ارسلت القائمة ب 250 شخص وهم الذين مثلوا الدفعة الأولى التي غادرت الآن ووصلت إلى أرض الوطن. نعم. أستاذ سعيد كلمنا عن الفئات اللي لها أولوية، يعني أكيد الدفعة الأولى اللي راحت كان لهم أولوية في السفر. نعم، كانت الدفعة الأولى لكبار السن والعائلات، وبالفعل هذا ما لاحظناه، يعني النسبة العظمى منهم كانوا من كبار السن وأيضا العائلات ولله الحمد. جميل. أيضا سعيد كلمنا شوية عن المشهد اللي كان في مطار جاكرتا هناك، احنا عرفنا برضو أنه أنت كنت متواجد وقتها، لكن أحتاج أعرف منك السفير كان موجود معاكم لدرجة أنه أيضا كان متواجد على متن الطائرة، كلمني شوية عن هذه التفاصيل. والله شوف المنبر بالأمس منبر يثلج الصدر حقيقة لكل مواطن سعودي، أقولها بكل أمانة، أولا من الأخوة الذين اللي كانوا باقين يعني وهم يودعون الأخوة المغادرين، وبعد ذلك كانت السفارة جهودها كانت من بداية وصول القائمة تواصلت مع الأخوة المواطنين، كل واحد تأكد من اسمه تأكد من بياناته وكل شيء، ثم بعد ذلك جهزت الباصات، كان في كشف أولي في فنادق قبل التوجه إلى المطار، وفعلا هذا ما حدث، حقائب وأمتعت الأخوة المسافرين تم نقلها مباشرة والأخوة المسافرين بالباصات وتوجه الجميع إلى المطار. وصلنا إلى المطار، كان الشخص الموجود على كاونتر المطار هو سعادة السفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عصام عبد الثقفي، وأيضا نائبه الأستاذ يحيى الأستاذ حسن يحيى القحطاني، الاثنين كانوا موجودين في استقبال المواطنين، لم يكتفوا بالتشييك طبعا على كل شيء، وانما رافقوهم اثناء دخولهم على الجوازات وتقسيم الجوازات، ثم النزول امام بوابه الطائره، ثم الدخول الى الطائره، ثم ودعهم سعاده السفير بكلمات جميله جدا عندما قال هذا ما تستحقونه من قيادتكم ومن بلدكم. جميل. اكيد طبعا. وسامحونا اذا قصرنا في حقكم، كلمات جميله جدا من سعاده. طبعا هذا الاحتواء ليس مستغرب من سعادة السفير وأيضا كل سفراء المملكة العربية السعودية في كل الدول في الخارج بيقوموا بدورهم الكبير برعاية المواطنين طبعا تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتلقي الرعاية لجميع السعوديين في كل مكان. سعيد احنا نتمنى لك الصحة والسلامة وإن شاء الله ترجع
قريبا وعاجلا إن شاء الله إلى أرض الوطن معافى وسليم وبكل صحة وسلامة، وجميع أكيد السعوديين في الخارج. شكرا لك يا سعيد. طبعا إحنا كذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، انتظرونا غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.